سعيد بعزيز نائب رئيس مجلس جهة الشرق. الضوء الرابع عشر للملتقى المغربي العقار ببايز لتشرف جهة الشرق أنه تحظى فيها كضيف شرف في هذه الضوء. جينا أولا استجابة للدعوة بحكم أننا ضيف شرف لهذه الضوء، وثانيا بحكم أن جهة الشرق اليوم منفتحة على الجالية المغربية المقيمة من الخارج، خاصة فيما يتعلق بدعم الاستثمار. فاليوم جهة الشرق تشتغل على الملف المتعلق بإرجاع الثقة لدى الجالية بالنسبة للإدارة المغربية، وأيضا تشجيع الجالية على الاستثمار داخل نفوذ طوابير جهة الشرق. فكما يعلم الجميع الدولة المغربية لها اتفاق مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بدعم استثمارات الجالية، ونشتغل في إطار برنامج شراكة مع مجموعة من المؤسسات من بينها مؤسسة إكسبيرتيز فرانس، على أساس أنه يتم تسويق ما تقوم به الجهة فيما يتعلق بالاستثمار. فاليوم جهة الشرق تشارك في هذه الضوء على أساس رفع الثقة على الدعم الذي تقدمه للمستثمرين بصفة عامة، ويتعلق الأمر بتخصيصها ل 55 مليون درهم سنتين 2016 و2017 موجهة للاستثمار داخل نفوذ طوابير جهة الشرق، واللي ممكن اليوم الجالية أنه وفي ظرف وجيز تستفد من هذا النوع ديال الدعم اللي تقدمه الجهة، واللي هو يشمل جميع مراحل المشروع ابتداء من اقتناء العقار ثم البناء ثم التجهيز ثم المرحلة المتعلقة بتشغيل اليد العاملة. هدفنا بجهة الشرق هو أن تعود الجالية المغربية لتستثمر داخل بلدها الأصل ألا وهو المغرب، وتحديدا في جهة الشرق.